إنتاج الشبلي تقدم في ظلال السنة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان لي صدني السديدات كتاب كتحفة المشتاق، 40 حديثا في التزكية والأخلاق. وان حديث كي صدني اللحاد كتاب كمده هي خلاق ده ده بيعد نقن كي وناك سنة إلا بي الله وعطانات أوه التواضع قفكم التواضع إنوية ريد عربي قرب لغاية والصومالي توس أو تكفة سرتين هدويدو تواضع وحالة إرادة قفك عن إسلوينين تتكنا عن إسكلاقة على السنين إدات قوة ذا قرصن إني لسي ميهين لمديهين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري ما نقصت صدقة صدقة من نقصها مسه وما يريس من مال حوله وما زاد الله إلهي مزياده عبدا أدون بعف عفس إلا عزا شرف ماهنه وما تواضع أحد قف وما تواضعه سيسوق مرده ولله ألا درتي إلا رفعه الله إلهي وكري إليه. هذه الكلمة مسلمة في صحيح كوريي لابد قيبوده هوري لابد با وان سو مرني تن ما نقص مارو من صدقة عشر كي كوي صدونات كرمك بينو كسو مرني ديقسي نمدا مد اللابد وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزنا عشر كي صدون يشانات عفو غينو كسو مرني وحا عصوبه محل الشاهد كان أحل كان لو كان حديث كواقيبته قدام بيسيس الدحات وما تواضع قوس السومات لكن أحد قفنا لله ألا درتي إلا رفعه الله ألا كري إلي مسألة دا قفك إنو قف دبع السن وضدك إوج دبع السن وضدك السد اللي سد اللي انت معانا هيدو أن اسكلاو وينين ضدك الله مدى وياهي ولا نقمة ونو أركن إنو ضدك وحدير يحي هدي أقول إلهي سيي أما مال سيي أما جاه سيي أن ضدك إسكغلا وينانين ون كبر يسلا وينان قلبك يسجرين لقن كيسان وسيالانين قفك السيدة إلهي درتي أصمعي لنا عادة كالو حاران تان إلهي أغبق إلهي با درجني سكر وقاضي ألاك تدري سكر بوقاضي أدو مدي السنة درج أويري يقيم كيالانيا. في حديث ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك قف كستو آدم ماذا حيث حكمة باكو جرت وملك عانتكو هاي فإذا تواضع حدو خوصي سوق عبيو إسيارة يسور سلوينان قيل للملك ارفع حكمته ملك وحالوه له كرقات حكمة دي سو بدي وإذا تكبر هذا يسلوين هذا قيل للملك وحرونه ضع حكمته وهوصل لغيره شيخ الباني بس يصير حتى الصحيحة كل شيء غير شنبق لصدني السديد حتى حكمته قفك بعد الساعة قفك حكمة دي سوء بعد التنى ذاتك أكتي سقيمة إيا شرف بكياشا هل كما كان يسلوين أعطيه التواضع إيا هوصل سور لقي أتكتكتو حكمته عدو يراتو ذاتكو نكوذا نعان. في حديث أنس ابن مالك عند الإمام مسلم في الصحيح هنا وحاكسه إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد إلهي بأي وحيودي تواضع سميه حوصي سرده قددكنا لمدة هذا كره غب حين عيسلوي ناننا حتى إلا أدقارتان قف نقف إنوصان أفان قف نقف كحد كدبين وحكى رسول النبي عن عسل حديث حاكم وورين أيه وليه هي من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه برق رحبضا أو قارئ أو الوفان إنو حد قفك إسكغتها سي وصندتك ونحم وقنن وصندتك وصور نحم وقنن فرد إراتي وغن قنن السوق أولا إنو سمي إلهي درتنا يكتها يو داتك وسكلوي هي كبر يحيسك وقريان وليه يرهد هي دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ضدك كرتو ذا اللوغي ليا ما ننت قيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء
مركة جنة من الله عليه متكو دونه سوء وقدرته. وأنا ذي حسن وليه شيخ الباني في صحيح الجامع الصغير إلهي نسل وين أنت دتك على سكرك وين تحي وحصلت دير تحي وين أقربه وحولي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لولك كبرة وسعون حصل وينان محيا لو حكستون نقطية سكستون سميسو بورهنا دير اللي كان ميس لولكنا لوقت هذا حوج يران ميس أيد الله عيسو لولك عدكو سعوتية بورها سكاء ودبدن تن ما قاعدت تن هاس لوقت قوم أيد الله عينك مركب واحد ما هيسقاط قاعدت وهيسلو وينان وحوك الله هنا وش يا والد كمركو كهلا يغفر لهما جناح الذل من الرحمة لنا عن حريست أدلي هاس أقولك سنكا كتاجن وكره سقاط مؤمنين تقولنا الساس على أمري واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لن عاقا ادبعي وقف ادبع سنق وإياق اللمبيض ونكرح بحسين اسكالوين ان ذاتك مؤمنين مؤمنين تذاتك الرعي وحكى له النبي أننا وحكى له إلهي الشيغي حتى نسا يلي وينه كوي يلاني يقول بدري فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كبرك إسلوين أنتنا قفك يكون بعد التواضع كتك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إسلوين يرقف قلبه سكتشره جنة ما قريب إنت عسو عشر كأنكوغي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظلال السنة.